موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقضية الحسد من أعظم أسباب كفري وظلمي وبغي وعدوان بني آدم بعضهم على بعض، بل الإنس والجن. الحسد الذي منبعه من رؤية كمالات النفس وإرادتها العلو ومحاولة تنقيص الآخرين، فإذا رأى نعمة الله عز وجل على غيره كره ذلك وتمنى زوالها، وربما تحدث بذلك، وربما كتم، وربما حاول التنقيص أمام الناس أو المعاداة لكي يحصل ما ينقص به من يحسده. ولو تأملنا ما قص الله عز وجل علينا من قصص يعني نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف كان مشركو قريش وأيضا الطائف إنما كفروا به لأنهم يستصغرونه على هذه النعمة العظيمة. قال الله عز وجل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. عظيم ماذا عندهم؟ عظيم المال، عظيم الجاه في وسط قومه، ونعوذ بالله من الضلال. إنما يعني يرون القرآن أمرا قاهرا فوقهم، حجته قاهرة، ويعني إعجازه في كل مجالات الإعجاز، في مجال البيان، في مجال البلاغة، في مجال العقيدة الصافية والدفاع عنها بالحجج القاطعة وإبطال عبادة الشرك، وفي القصص الذي قصه من أنبياء الله ورسله، والمتضمن أيضا حجج الله على خلقه، سبحان الله. فلا يستطيعون إلا أن يقروا بفوقيته وعلوه، وإنما يواجهونه بمحاولات اللغو والغوا فيه. لا تؤمنوا بهذا القرآن والغوا فيه، يعني حاولوا تعملوا يعني ما يشغل الناس عنه. ولذلك حقيقة لا توجد يعني محاولات للصد عن الإسلام وعن القرآن وعن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من خلال الإلهاء والتغفيل، لا من خلال حجة قوية، التشغيب فقط. إن الناس ما توصل لهاش الحجة دي، لازم ما تشوه الصورة ويمنع وصول الحق إليهم، عشان كده ما عندهمش إمكانية الإنصاف والعدل والحرية في الدعوة. الدعوة الحقة بتحارب بكل الوسائل. ليه؟ لأن القرآن إذا وصل للناس مش هيتركوه يعني إلا عدد يعني قليل من الحاقدين والحاسدين، لكن كثير من الناس التقليد الأعمى هو الذي جرهم، فلو وجدوا الحجة ربما يكون عدد كبير من الناس يقبل. ولذلك هذه الجملة العجيبة: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني هم مقررين القرآن ده حاجة عظيمة، يبقى عندهم يتناسب انه ينزل مع ايه؟ ينزل على حد ايه؟ عظيم. العظمة دي عندهم ايه؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم في الحقيقة هو اعظم، ليس من في القريتين فقط، بل اعظم من ايه؟ من في العالم، في زمنه وفي غير زمنه، بل في الوجود افضل خلق الله صلى الله عليه وسلم، العظمة للبشر يعني. فلكن هم متصورين ان العظمة دي الرياسة، والعظمة دي الايه؟ الملك
والعظمة دي المال والجاه والشهرة، نعوذ بالله. وهل يصلح أن ينزل القرآن على هذه القلوب؟ قلب واحد زي أبي جهل مثلا والعياذ بالله يقول أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا وأعتقوا فأعتقنا حتى إذا كنا كفرسي رهان قالوا منا نبي وأن لنا بنبي والله لا نؤمن بده. بقى ده قلب ده يصلح أن ينزل عليه قرآن يطهر قلوب العالم؟ يعني ده نور الكتاب هذا ونور الرسول صلى الله عليه وسلم يصل إلى آلاف السنين ويوصل لكل مكان في العالم يطهره ويزكيه فعلا بتلاوة هذه الآيات. فالناس دي ما تنفعش، وأقسم بالله العظيم ما تنفع. يصلح هذا؟ يصلح ما أنزل الله على موسى من الحجج العظيمة التي قص الله علينا من آياته بعضها في القرآن، آيات مبهرة. الوحي الذي أنزله على موسى عليه السلام كما في أول سورة طه وفي سورة القصص وفي المواطن المختلفة، ربنا أنزل كلاما منيرا. ده خلاصة ما في التوراة، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. يعني هي دي أهم ما في التوراة، وكذلك أهم ما في الإنجيل هو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات أتصلح، أيصلح أن تنزل على قلب مثل قلب فرعون؟ نعوذ بالله. هذا فعلا والله من وضع الأشياء في غير موضعها. هم عندهم حسد، والحسد ده على فكرة اللي بيأكل قلوب العالم مع معظم الأوقات حتى داخل أمة الإسلام. تلاقي الغل والحسد بين أهل الظلم وأهل الفساد ومحاولات تشويه صورة أهل الحق. ليه؟ عشان الحسد والخناقات اللي بين الناس وبعضها وبين الجيران وبعضها وبين الستات وبعضها، إلا من رحم الله. الحسد ليه؟ لرؤية كمال وهمي للنفس، ولما يلاقي الكمال الوهمي ده يبقى عايز، مش يلاقي نعمة ربنا على غيره يبقى عايزها تنقص، يقعد ينقص فيها ويتمنى زوالها، ولو ما زالتش من كمده يحاول ايه؟ يعاديه ويعتدي عليه عشان في ظنه ينقص هذه النعمة. ولذلك قال الله عز وجل لو عايز ياخد، يعني لو حد عايز ياخد الدواء ادواه، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. وسبحان الله، انظر كيف تكلم عن عطائه للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه الرحمة، أهم يقسمون رحمة ربك، وعطائه لهم قال إيه؟ نحن قسمنا بينهم إيه؟ معيشتهم، معيشتهم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قال إيه؟ قال أهم يقسمون رحمة ربك. فربنا الذي قسم هذه الرحمة، هذه الرحمة بالدين، هذه الرحمة بالقرآن. ولذلك نصيب الناس من الرحمة بقدر نصيبهم من القرآن، وبقدر نصيبهم من اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ومعرفة سنته صلى الله عليه وسلم واتباعها والعلم بها. كل هي دي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالقرآن رحمة، ويعني لذلك عندما قال، يعني وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر هذه الرحمة منسوبة مضافة إلى اسم الرب المضاف إلى ضمير المخاطب المفرد، ما قالش رحمة ربكم رحمة ربهم، وقال أهم يقسمون رحمة إيه؟ ربك. فهي رحمة منسوبة إلى الله عز وجل لعلو شأنها، ومضاف الرب، اسم الرب مضاف إلى ضمير المخاطب المفرد ربك، الكاف كاف المخاطب المفرد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خص بذلك، خص بهذه الرحمة. أهم يقسمون رحمة ربك. اللي عايز ياخد الدواء ياخد ده، إن ده مش بتاعنا احنا، إن ده ولا يعني اشمعنا دي مش بتاعتنا،
والله ما مش بتاعت حد خالص، لا الكويس هو اللي خلى نفسه كويس، ولا اللي وحش خلى نفسه وحش، ولا الفقير خلى نفسه فقير، ولا الغني خلى نفسه غني، ولا الطويل ولا القصير، ولا الجميل ولا القبيح، مش بتاعتنا. فالمفروض ان احنا لما نلاقي حد ربنا حبه ربنا رحمه، نعمل ايه احنا كمان؟ نحبه. ده العقل السليم، اذا كنا بنحب ربنا نحب اللي ربنا يحبه، والعياذ بالله من غير ذلك، ان احنا نكره اللي ربنا بيحبه ونعاديه عشان اشمعنا. هو ده بقى بتاع ايه المشركين دول، الدواء ان انت تشوف ان دي قسمة ربنا، عطاء ربنا. انت بتعترض على مين في الحقيقة؟ انت في الحقيقة مش بتعترض، في الحقيقة اصل المرض ده، انت مش بتعترض على المعطى، انت بتعترض على اللي على اللي قسم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. انتوا لو شفتم هتلاقوا الدنيا كلها فوق بعضها، بعض الناس فوق وبعض الناس تحت، بعض الناس اغنياء وبعض الناس فقراء، بعض الناس عقلاء اذكياء وبعض الناس اقل ذكاء، بعض الناس عندهم قوة بدنية وبعضهم مرضى، حاجة تفاوت هائل. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، عشان تعرف ايه؟ وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فأنت تطلب ماذا؟ تطلب التفضيل في الآخرة. ما تبقاش قضيتك ان انت تبقى انت ال 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 الكبير، انت الملك، انت الزعيم، انت الرئيس، انت الأمير، انت الغني، انت الأعلى. أعوذ بالله. فرعون بيقول ايه؟ أنا ربكم الأعلى. وبيقول يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ونادى في قومه، طبعا مش هينادي إلا في عدد قليل، بس هيعمل في الباقي، يسخر جهاز إعلامي يلفوا في البلاد يقولوا إيه؟ أنتوا مش شايفين ولا إيه؟ ملك فرعون مش شايفينه؟ ده فرعون ملكه عظيم. يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ لو أنت جبتها، والأنهار دي أنت اللي يعني اللي عملت فيها حاجة، انت ما انت انت حفرت ترعة في الاخر، لكن النهر ده من قبل ما الايه، من قبل ما البشر يتوجدوا كان النهر ده بيجري. هل هذه الانهار تجري من تحتي؟ بقى انت اللي اجريتها. ده حاجه عجيبه والله العظيم. افلا تبصرون؟ انتم مش شايفين؟ شايفهم عمي عن كمالاته، فعشان كده عايزهم ايه؟ يبصوا. كلمه افلا تبصرون شكلكم مش شايفين، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ هو دي هي لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هي أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ربنا كرمه عليك، تعمل إيه؟ تحب اللي ربنا أكرمه وعلمه وسواه بيده وخلقه بيديه ونفخ فيه من روحه. ربنا ذكره بأسباب تفضيل آدم، إنها مش راجعة لآدم في الحقيقة. آدم أصله إيه؟ صلصال من حمأ مسنون، مش كده؟ بس ربنا سبحانه وتعالى قال فإذا سويته يعني خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يبقى هو يعلم سبحانه وتعالى أنه خلق من صلصال من طين منتن. التفضيل مش له، القسم مش لآدم، يعني مش آدم هو اللي فضل نفسه، ده ربنا سبحانه وتعالى الذي بفضله من عليه بذلك، هو الذي أعطاه، هو الذي هيئه. قبل ما يبقى إنسان كان طين من حمام مسنون، لكن ربنا سواه بيده. قال ونبه إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ نعوذ بالله من الكبر. فدي أمراض تفتك بالبشرية، الحروب بتقوم عليها، والبشر بيقتلون عليها، ويعني أنواع الظلم والعدوان في العالم من ذلك. هي قال لأقتلنك. الله ربنا اللي تقبله، هو العمل، هو تقبل منه ربنا بإخلاصه، وربنا اللي وفقه. اعمل زيه، حبه عشان ربنا اختاره، اعمل زيه تبقى تابع له، هتنال من المحبة.
ولذلك القلوب تفاوتت مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع الرسل. في ناس حبوهم أشد من أنفسهم، وفي ناس أبغضوهم عشان الحسد، عشان الكبر، عشان العجب بالنفس اللي مش ملوش حل غير إن لازم اللي قدامنا ده ينقص. نعوذ بالله. اللهم أغثنا برحمتك رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الكبر والعجب والغل والحسد. اللهم طهر قلوبنا يا رب العالمين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. قل قولي هذا واستغفر الله.